مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ويسبب تلفاً في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية. إنه مرض تصلب لويحي. المصابون به في لبنان لهم قصة خاصة معه تكمن في رحلة البحث عن الدواء. في هذا السياق، هذا الهم حضر في مؤتمر نظمته جمعية أليساب تحت عنوان Quality of Life for MS Patients في فندق كورال بيتش برعاية نقيب الصيادلة جو سلوم. بروفيسور الأعصاب سلام كوسا أكد الحاجة الماسة للدواء شارحا معاناة المرضى. للناس اللي بياخدوا أدوية من كل الصناديق الطبية الضامنة أكثر من 2000-2500 مريض. تعرف أنت الوضع الاقتصادي بالبلد، وهالمرضى يلي هن مصابين بمرض مزمن عم بعينوا مثل كل بقية المرضى يلي عندها أمراض مزمنة. اليوم المريض اللي بيجي لعند حضرتك ليه ما بيكون متأمن له دواء؟ شو بيكون مصيره؟ هيدا المرض ما بيموت، ولكن هذا المرض إذا ما تعالج بيؤدي لإعاقة تدريجية. يعني هالمريض بصفي تدريجيا يفقد مثلا إمكانية المشي أو توازن الجسم. لازم الدولة توقف حد هالمرضى المصابين بهالأمراض المزمنة. مشكلتهم مش حبة بنادول بتحل القصة، مشكلتهم بدهم أدوية، وهيدي الأدوية غالية وغالي لأنه فعال وحرام أنه ما يأخذها المريض. نقيب الصيادلة جو سلوم بدوره طالب بالدواء وضرورة النظر بحال كل مريض تصلب لويحي. نحن كنائبة صيادلة إلى جانب مرضى تصلب لويحي تنطلب لهم بحقهم بالحصول على دواء. من حوالي الأسبوعين أنا أطلقت الدعوة لتحرك قدام القصر الجمهوري كرمال دعم أدوية السرطان وأدوية المستعصية منهم أدوية التصلب الويحي. الممثل اللبناني وسام صليبة اكتشف أخيراً إصابته بالأم أس وكشف للأن بي أن معاناته موجهاً رسالة إلى كل مريض. إذا فينا نعرف سبب وجودك هون؟ إيه أكيد، أنا معي أم أس مثل كثير من العالم اللي هون وكلنا أبطال، وبذات الوقت يحو عادي وضحك وكلنا عم نضحك وكلنا عم نتسلى تنفرج العالم إنه نحن عطول معنوياتنا عالية عطول مع بعض. بدنا دواء، إلنا عمر مع المرض وعايشين، هلأ انفقد ما بدنا نموت. لسان حال المصابين. صار 22 سنة مصاب، بحياتي ما واجهت هالوضع اللي هو مثل هلأ. أنا صار لي زمان من 2008 بلشت بالمرض الأم أس وكان ماشي الحال، كله عم نتأمن الدواء وهيك، بس هلأ لا، هلأ أبدا مقطوعين. أنا باخد دواء صار لي 25 سنة ونقطع من 4 أشهر مقطوع، ما في مش ناقصنا إلا دواء، حرام يعني وحيد الله، لأنه كلنا حالتنا تراجعت لورا من تحت رأس إنه دواء منه مؤمن. لكل اللي اكتشفوا هلأ بالمرض إنه ما يخافوا وما يزعلوا، لأنه هذا المرض يعني أنا صار لي 22 سنة اشتغلت على حالي فصرت قادر اتكيف معه. قدي لكم بلا دواء؟ انا لي 3 أشهر واكثر ما عم يتامن دواء. انا عم بواجه بس من قله الدواء بالبلد والطبابه. انا فوق المشكله اللي صارت معي، انا كمان تاذيت بانفجار بيروت، صرت بطلت اقدر امشي، صرت امشي على الوكل. رئيسه جمعيه اليساب جين خير الله لفتت الى دور الجمعيات مع كل مريض بحاجه الى دواء. اللي عنده تصلب لويحي هو محارب قوي وبيضله واقف وبيضله عطول، الرياح ما بتخليه تغلبه. نحن هون حدكم تنواجه هالمسيرة سوا، أنا والستات اللي معي. المرضى يدخلون بابتسامة عريضة وكلهم أمل بإيجاد الدواء والعثور على من ينظر في حالهم. هم يطالبون بما تبقى لهم من أعصاب، يطالبون بدواء يخفف من وجعهم لعل وعسى أن يلقوا آذان صاغية. لارا صالح، أنبئن.